اعزائي طبعا بقى كده بقى لي فتره ما بعملش فيديوهات ويعني حابب اعتذر ليكم. دولت اليورو بقى كده واخداني شويه وبعمل لها يعني فيديوهات كده على القناه الثانيه، فقلت برده ما ينفعش ننسى القناه دي ولازم ننزل عليها فيديوهات، فقلت بقى كده لازم اجيب الزعيم افضل اهداف لنادي الهلال في خلال الموسم، يعتبر واحد من اقوى المواسم اللي الهلال لعبها في التاريخ، في تاريخ دوري روشن يعني، وان شاء الله كده هعمل لك حلقه حصاد في خلال برده الايام اللي جايه دي. فانا تعالى كده نشوف الاهداف دي مع بعضينا. بس طبعا بتبقي مش تعمل لايك، يعني عايزك دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكل بعلك فعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يلا عم تعالى نشوف اول هدف معانا، هدف مالكم في الاهلي. لا 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 جون غريب جون غريب جون غريب، جون ميسي، عارف انت جون ميسي بالظبط، داخل من قلب الدفاع، من قلب نص الملعب وقلب الدفاع، خارم كل الناس وراح عادي يا باشا، مفيش حد هيجيبه، هو سريع اصلا وهداف وبيعرف يجيب بصراحه. اول هدف جون جميل، دخلت على الفيديو بقى لايك سبسكرايب شير ثلاث حاجات، عايزين بس يا جماعه نوصل الفيديو ده لحد 1000 لايك، وان شاء الله انتظروا فيديو حصاد نادي الهلال يعني كبطولات والكلام ده في خلال الايام اللي جايه. حطها حلو قوي مالكم بصراحه، حطها حلو جدا جدا جدا. الهلال السنه دي ليه كميه اهداف مرعبه بجد. اه يا مالكم مرعب يا مالكم مرعب مرعب مرعب، الله اكبر عليه. طبعا اه صعود قدام الاتحاد، بص هدف فردي من ظهير ايمن عامل ازاي؟ لا 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 لا. طبعا انا عايز اقول لك بس ان سعود ابو حميد حاليا يعني جاي له عروض كبيره جدا من استون فيلا ومن ويست هام ومش عارف مين في الدوري الفرنسي، فجاي له فرقتين في الدوري الانجليزي. استون فيلا معلش مخلص دوري انجليزي السنه دي في المركز الرابع، ويست هام مش عارف المركز السابع ولا الثامن، فيعني ارقام حلوه. كانوا ثالث جون الفاول يا ولد يا لعيب يا كانوا لعيب يا كانوا، حطها حلو قوي 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 بجد يا جدعان، حطها حلو قوي قوي قوي، يخرب بيتك يا كانوا، حطها حلو قوي. يا لعيب يا كانوا. طبعا ما عليك تكتب لي تحت في الكومنتات انهي افضل هدف من وجهه نظرك. او مترو ده واحد من اجمل الاهداف في الموسم بشكل عام، مش الهلال بس، ده في دوري روشن بشكل عام. جون مرعب جون مرعب من متروفيتش في الاتحاد في بدايه الدوري تقريبا، في تاني ماتش في الدوري للهلال. بس التكنيك بتاع الفينش غريب غريب، الله اكبر بجد على متروفيتش سفاح. لا 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 لا، هدف ايقوني. هنا مرتدة مترو حطها لمالكم، بص مالكم بيحط لمين؟ لسعود، سعود 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 سعود، ها يا جيسوس عامل، اقسم بالله يا جماعه بجد سعود عبد الحميد مخليه سوبر، مخليه في حته تاني خالص. وعامة سعود عبد الحميد يستحق، لاعب مجتهد، لاعب محترم في الملعب، لاعب قوي بدنيا، بيهتم في التمرين، اعتقد بيعمل كل حاجه، عشان كده شايفين سعود في الفورمه دي. لا 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 سعود الله اكبر عليه بجد. عامة سعود ما بيترقصش بسرعه كمان. اه يا معيوف. هنا فاول روبن نيفيز برضو. فكرة الفاول ده صعبة جدا لأن الزاوية ضيقة جدا. آه يا خيسوس خيسوس هيتجنن. ده 1 2 3 سعود بيعمل عرضية ومين مالكم على الطاير؟ آه يا جماعة بجد الجون ده بيفكرك بجون مين؟ لو تفتكر كده الموسم اللي فات جون سالم الدوسري في الاهلي تقريبا نفس الشبيهه ليها كده فاهم؟ اللي هي الكوره كانت نازله له واستلم وبرده هي عطاير اخدها مره واحده. هنا سالم ده مين تقريبا فيصلي ولا مين؟ ها عايزك تبص الاسيست اصلا من متروفيتش وهو بيريحها، قصدي سافيتش وهو بيريح الكوره لسالم، ذكاء منه. سعود اوه يا سعود، سعود ثلاث اجوان في الموسم، ثلاث اجوان احلى من بعض. بص الاسيست من روبن نيفيز، تحرك من سعود والفينش من سعود، كل دي تفاصيل صغيره بتفرق مع اللعيبه والنادي. ليك حق تاخد بطوله من اقوى البطولات السنه دي في دوري روشن، في كميه انتدابات كتير جم الدوري،
بس ما زال الهلال مرعب. تخيل ده كله بيلعب ولاعيب كلاس ايه اللي هو نيمار جونيور مش موجود في الفريق. فانت متخيل يعني ايه نيمار مش موجود والهلال عامل موسم زي ده؟ سافيتش يا عائل يا سافيتش. في اربع تجوان في الفيديو تقريبا لزهور عبد الحميد. لا مش ايه الفرديه سافيتش الجماعيه صعود الفينش. فيها يعني حاجات جميله. اوه يا سالم. سالم قلب ميسي فجأة. سالم برضو عامل موسم جميل جدا السنة دي مع الهلال، موسم استثنائي حرفيا. سافيتش. هي الروح والاصرار بتاعت سافيتش حاضره في الماتش، حاضره في الجون في حد ذاته. في وسط كام لاعب الباص راح غلط وتوقع ان اللاعب هيباصي غلط وراح قطع وسجل الفينش، سجل الجون. مجهود فردي جميل منه يحتسب. عيني على الوان تو. بص سالم يا جدعان، بص سالم. ده في الاتفاق. يا لعيب يا دوسري. بصراحة الفيديو فيه أهداف كتير حلوة جدا، فأنت هتنسى أصلا أنا أفضل هدف فيهم. هنا واحدة من روبن نيفيز، أعتقد ده أفضل هدف من وجهة نظري هو وميتروفيتش. أفضل هدفين جول روبن نيفيز، جميل قوي بصراحة. كنترول بالفينش، لا غريب. كمان في دوري أبطال آسيا قدام مش فاكر مش عارف مين الإيراني، اسمهم غريب كده شوية. كنترول والفينش فيرست تايم، يعني كنترول الكرة ما نزلتش على الأرض، لبست في وش رجليه. شكرا. يا بليه الله ينور، يا بليه طلع في كل الفيديوهات. هنا بص مترو، لو على متروفيتش يا جدعان، لو على متروفيتش والاهلي. صعب بجد ولا لا؟ صعب. مجانين فعلا، مجانين. جمهور الهلال العظيم طبعا في المدرجات، مش محتاجين نتكلم كتير على جماهير الهلال، كلهم عارفين. يا مندي بيصورها وهي داخله جول. لا هو على الاوفر يا جدعان من سيد عبد الحميد. الله اكبر عليه بجد. من زمان من الموسم اللي فات انا بقول لك ان هو سهل جدا يلعب في احسن الانديه اللي في الدوري الانجليزي، اقوى دوري في العالم كلنا عارفين كده. الفيديو خلص، اكتب تحت في الكومنتات اني افضل هدف من وجهه نظرك. بس بقى حلقه خلصت، تفريغ فيديو جديد، اشوفك الحلقه الجايه. سلام عليكم.